44 رئيسا أمريكيا عاشوا هنا، أولهم الرئيس السادس جون آدمز في 1796، لكن البيت الأبيض لم ينل اسمه قبل دخول الرئيس السادس والعشرين إليه ثيودور روزفلت. البيت الأبيض، ومنح الدستور الأمريكي الصادر في 1787 السلطة التنفيذية للرئيس بدخوله من هذه الأبواب سيداً للبيت ليتولى صلاحيات على المستويين الداخلي والخارجي. فالرئيس مسؤول عن تنفيذ وإنفاذ القوانين في البلاد، يعين جميع المناصب من بينها المناصب العليا والوزراء ورؤساء الإدارات والسفراء، وبقرار منه تفرض حال الطوارئ في البلاد، كما أنه يشكل وينفذ سياسة الخارجية ويتمتع بصلاحيات عسكرية غير محدودة، من بينها توجيه الجيش في جميع الأوقات إلى ساحة حرب، سواء بصدور إعلان رسمي عن الحرب أم لا، وذلك كونه القائد العام للقوات المسلحة، ويمكنه سحب القوات الأمريكية من مناطق الحرب وإعادتها إلى الولايات المتحدة. لكن خلف الرئيس الأمريكي وتسيير مهامه هناك 4000 موظف تحت مظلة المكتب التنفيذي للرئيس، أكثر من 1800 منهم يعملون بدوام كامل في المقر الرئيسي. وأكبر فريق يعمل هنا هو مكتب الإدارة والميزانية الذي يدير الحكومة بالفعل، ويبلغ عدد أفراده 490 شخصاً، وكذلك 450 آخرون يعملون بشكل مباشر مع الرئيس في الجناح الغربي، وهناك 96 موظفاً في مكان سكن الرئيس، بينهم بائعو ورد للزوار والسياح. وبالمناسبة هناك أكثر من 1,250,000 شخص يزورون البيت الأبيض كل عام كمعلم سياحي وثقافي. ولأسباب تتعلق بسعة البيت الأبيض وأخرى لأمنه، هناك موظفون يعملون تحت إدارته بدوام جزئي يتجاوز عددهم 1,000 في مبان مجاورة كبرج آيزنهاور وفيلل في شارع جاكسون بليس القريب جدا من هنا. علاقة توصف بالمركبة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن تحددها قوانين أقرها الدستور الأمريكي. فعلى بعد 3 كيلومترات تقريبا هناك مبنى الكابيتول، حيث تكتمل المعادلة السياسية الأمريكية بسلطتها التشريعية. مبنى الكابيتول، ذلك الذي اتخذ اسمه من هضبة الكابيتول التي شيد عليها عام 1800. هنا يمارس الكونغرس مهامه بمجلسيه الشيوخ والنواب. وفي الانتخابات هذه هناك منافسة شرسة أيضا للحصول على الأغلبية في المجلسين. في مجلس الشيوخ الذي يتشكل من 100 مقعد ويمثل سيناتوران فيه كل ولاية من الولايات 50 بغض النظر عن سكانها. فالمطروح منه للانتخابات قرابة 1/3 مقاعده، لتكون المنافسة حاضرة على 35 مقعدا، منهم 12 مقعدا كان قد فاز بهم الديمقراطيون قبل سنتين، إضافة إلى 23 مقعدا فاز بهم الجمهوريون العام الماضي. نتحول إلى مجلس النواب، أي إلى 435 مقعدا مطروحة في صناديق الاقتراع كما هو الحال كل سنتين.
وهناك مقعد على الأقل لكل مقاطعة. يتمتع الكونغرس بصلاحيات واسعة تتضمن إصدار ومناقشة التشريعات والقوانين والتصويت عليها، إضافة إلى تعديل الدستور، كما يتحكم في ترخيص الإنفاق الفيدرالي الذي يأتي في وثيقة الميزانية المقدمة من قبل الرئيس كل عام للمصادقة على تمويل السنة المالية لبرامج عدة، أهمها الرعاية الصحية والتقاعد والدفاع. وتمتد صلاحيات الكونغرس حتى إلى داخل البيت الأبيض، حيث يشارك الرئيس في تعيين بعض المناصب خاصة في المحكمة العليا، ويمكنه التدخل في التعيينات الرئاسية والاعتراض عليها وإقالة الضباط الفيدراليين ومحاكمتهم، وحتى يمكن للكونغرس مساءلة الرئيس كما حدث مع ترامب نفسه، وتمتد صلاحياته حتى عزله، فيما لا يحق للرئيس التدخل بالكونغرس أو حله. لكن بكل الأحوال يكمن سر علاقة البيت الأبيض بالكونغرس وسر تناغم إيقاعها بالأغلبية.